نعم بناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة دارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki from Egypt, Professor of General Surgery in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are revising surgery from manual of surgery, a book written by students for students. المرة اللي فاتت وقفنا عند abscess, وكلنا عارفين إن abscess عبارة عن cavity full of pus. وأما تسمع كلمة أبسس على طول تفكر في ستافيلوكوكس أوريوس, لأن هي بتفرز إنزيم اسمه كوأجليز إنزيم بيعمل وول حوالين منها بيحميها من دفاعات الجسم. أبسس طبعا إذا كافيتي فول أوف بس, والستافيلوكوكس على الجلد هتنتهز أي فرصة نتيجة ماينور أور ميجور ووند إن هي تو انفيد, وإن هي تعمل process of inflammation وتعمل الكافيتي full of pus, وهيبقى فيه كل العلامات بتاعة الانفلاميشن اللي انتوا عارفينها اللي هو swelling, redness, local hotness و pain طبعا throbbing pain و loss of function. العيان طبعا ممكن يبقى عنده systemic manifestation in the form of fever, headache, malaise وانوركسيا. البص اللي جوه الكافيتي ده هيبقى عبارة عن الشكل اللي انتوا شايفينه ده, يلوش كريمي, وهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن lysis of necrotic tissue, وبيحتوي على dead and dying neutrophils وبكتيريا والبروتونيشيوس اكسوديت بتاع نواتج الايه الانفلاميشن. الابسس طبعا انواع, في منه بايوجينيك ابسس, سبكتينس بايوجينيك ابسس اللي انتوا شايفينه ده, وممكن يبقى ابسس في الاعضاء الداخليه زي ليفر ابسس, ممكن يبقى في الكدني, وممكن يبقى المنظر ده كده, دي لانج بوست مورتم فيها ابسس هنا وهنا وهنا, دي اللي بنسميهم بايميك ابسس نتيجه ان في امبلاي اوف بايوجينيك اورجانيزم في عيان راحت استقرت في أماكن متعددة عملت الخراريج اللي انتوا شايفينها دي, ودي بيبقى معها مالتي أورجان ديسفانكشن سيندروم. وفي نوع تاني من الأبسس بقى مختلف عن ده, مفهوش احمرار مفهوش تندرنس, ده فيري تندر, ده مفهوش احمرار مفهوش تندرنس, ما هوش هوت, عشان كده بنسميه كولد أبسس, وده الكاركترستيك لي تيوبركلوزيس, ده tuberculous abscess over the sternum. طبعا اللي بيبقى موجود جواه ما بيبقاش بس, بيبقى cheesy material بتاعت TB necrosis. اوكي, فدي مقدمة او overview للابسس. هنشوف ايه اللي مكتوب في مانيبال بعد شوية. هنا المنظر ده بيدينا التشريح بتاع الابسس. الابسس في السنتر بيبقى فيه البص, وممكن الابسس يبقى فيه more than one nucleus, عشان كده في الدرينج لازم تبقى حريص ان انت تفتح كل اللوكيولاي دي بساينس فورسيبس او بصباعك. بعد كده الوول بتاع الابسس بيتكون من حاجة اسمها بيوجينيك ممبرين. بيوجينيك ممبرين ده عبارة عن جرانوليشن تيشو فيه fibrin strands, وبيبقى فيه leukocytes, neutrophils وبكتيريا. ده حدود الابسس pyogenic membrane. والفيت بتاع الابسس لو سبناه ممكن يبقى زي ما انتم شايفين النقطة دي, يحصل منها رابشر سبونتينيوسلي والخراج يطلع, لان هو بيدور على اي حته يطلع منها, بس طبعا الفتحه بتاعته هتبقى صغيره ومش هتبقى كافيه ان كل الصديد يطلع, ولو في سلف جوه مش هيطلع من خلال الفتحه الصغيره دي, فهيحتاج الامر الى انسيجن اند درينج. الانسيجن اند درينج زي ما انتم شايفين بيتم اندر جنرال انستيجيا او ريجنال انستيجيا, صعب او ان هو يتم under local infiltration anesthesia عشان الاسيديك ميديم بتاع الخراج ممكن ما تخليش الانثيتك يشتغل, لازم تعمل adequate incision
ودخل صباعك او ساينس فورسبس علشان تو disrupt all loculi وتخليها كافيتي واحد عشان يبقى فيه good drainage، وتاخد جزء من الصديد لازم تبعته في culture sensitivity المعمل، وفي نفس الوقت تبدأ الانتيبيوتيك لو العيان محتاج انتيبيوتيك، وتنتظر نتيجة المختبر. في معظم الأحيان بتطلع النتيجة زي ما انت توقعت، مش بتحتاجش ان انت تغير الانتيبيوتيك، خصوصا لو العيان responding favorably. بتلاحظوا بعد ما الصديد يطلع اللي هو الطحينة اللي انتوا شايفينها دي، بيبتدي يطلع شوية دم. الدم ده معناه ان انت وصلت للبيوجينيك ميمبرين للجرانوليشن تيشو، لان ده اللي هو بيبقى rich in capillaries and fibroblast. جرانوليشن تيشو عبارة عن newly formed capillaries and fibroblast، وده معناها ان انت ابتديت تعمل complete evacuation للخراج. يستحسن بعد كده ان انت تعمل له irrigation في بوتل مخصوصة بضغط معين بتعمل irrigation. شايفين البوس ده بيدخل في الخراج، ودي شيلد عشان تمنع الايه السبيلج، وبتعمل irrigation with saline او هيدروجين بروكسيد مخفف او بتضاين مخفف. وبعد كده بتحط درين اللي انتوا شايفينه ده، درين عبارة عن جوز رول احيانا كتير او بتبقى سوكد ويز بتضاين، بنحشي بيها الخراج ما بناخدش غرز، ودي وظيفتها حاجتين، ان هي تمنع بريماتشور كلوجر اوف ذا سكين انسيجن قبل ما الصديد كله يطلع، والنقطة التانية بتبقى هيموستاتيك لو في اي تندنسي فور بليدنج. نيجي لقصة الانتيبيوتيك، تدي انتيبيوتيك ولا ما تديش؟ لو العيان ما هواش اميون كومبرومايزد وما فيش coexisting disease وما هواش توكسيك، مجرد ما بتفضي الصديد ده كافي جدا، ما بيحتاجش العيان ان هو ياخد انتيبيوتيك. لو اي حاجة مخالفة للي احنا قلناها ده، هياخد انتيبيوتيك بيتر يكون against resistant staphylococci. اوكي، في بقى نقطة مهمة اللي هي abscess in important area زي ده كده، ده parotid abscess. لو عملنا معاه زي المنظر اللي فات ده، دخلنا بمشرط وزي ما انتم شايفين كده وفتحنا الجلد والسبكتينس تيشو لغاية لما وصلنا لقلب الخراج الموست بوينتنج بوينت، لو عملنا كده هنا هنأذي الفيشال نيرف، لان هنا ماشي في الحتة دي الفيشال نيرف ترانسفيرسلي. فانت لو دخلت بالمشرط كده وفتحت، هتقطع عصب الوجه وتسبب للعيان في شلل. فعشان كده في تكنيك هنا اسمه هيلتونز تكنيك لتفادي اصابة important structure في الحتة اللي فيها خراج. هيلتونز بيقول ايه؟ بتفتح فتحة بالطول كده in front of the tragus عشان تبقى cosmotic ما تبانش، بتفتح السكين والسوبرفيشال فاشية بس، معين بالساينس فورسبس بتدخله مقفول وبتفتحه بالعرض، بتفتحه بالعرض عشان تبقى parallel للبرانشز بتاعت الفيشال نيرف. بالطريقة دي بتفضي الصديد وبتحط ايه درين. نفس الكلام في الأجزيلا، أجزيلري أبسس بيبقى ماشي هنا الأجزيلري فيسلز. لو دخلت بالمشرط عمياني كده وعملت ستاب انسيجن عشان تعمل درينش، ممكن تعورهم. إنما انت ايه بتفتح السكين وسوبرفيشال فاشة بس بالمشرط، وبعدين بتخش بالساينس فورسبس وبتفتحه بارلل للامبورتنت ستراكشر اللي موجودين في الحتة دي، بتفضي الصديد وبعدين بتحط الباك بتاعتك. اوكي، في نقطة بقى مهمة، مش اي حتة سويلينج محمر وهوت يبقى ابسس. ممكن يكون زي العيان ده كان عنده infected popliteal aneurysm، aneurysm في البوبليتيال artery وحصل له رابشر، فبيعمل swelling. السويلينج ده بيبقى tender وبيبقى hot ومش شرط يبقى pulsating، لان عادة بيبقى فيه thrombus في الانيوريزم. لو فتحته بالمشرط on the assumption ان ده abscess، هتعمل severe bleeding. طب الحل ايه؟ in case of doubt اعمل الاول aspiration بسيرنج، تأكد ان فيه صديد قبل ما تفتح.
طبعا هنا لو عملت اسبيريشن هيطلع لك بلود. اوكي، ديفينيشن دياجنوزس تاني اوف ان ابسس اللي هي ايه؟ سوفت تيشو ساركوما. سوفت تيشو ساركوما من المالجننس اللي هي رابيدلي جروينج، وممكن ان ماتر اوف فيو ويكس في الثاي تاخد الحجم ده، وبتبقى هوت وبتبقى بسبب الفاسكولاريتي، وبيبقى زي ما انتم شايفين كده في فيزيبل فينز عليها، وبتبقى ليتل بيت تندر. دي طبعا لو اتفتحت اون ذا اسامبشن ان هي ابسس هتعمل ايه؟ ديسيمينيشن للمالجنت سيلز. طب هتعرفها ازاي وتفرقها من الابسس؟ الابسس طبعا شورت ديوريشن، بيبقى معاه هاي فيفر، بيبقى معاه ليوكوسايتوزس واضحه، وفي كل الاحوال ان كيس اوف داوت لازم تعمل التراسونوجرافي عشان تتاكد ان اللي معاك دي هي ساركوما ولا ايه ولا ابسس. اوكي، يلا بينا نستعرض مانيبال بيقول ايه. مانيبال بيقول ابسس لوكالايزد كولكشن اوف باس، والباس ده عباره عن ديد اند داينج نيوتروفيلز بلس البروتونيشيوس اوكسيديت، وطبعا بيبقى فيه بكتيريا. اوكي، وبعدين مانيبال مقسم الابسس الى بايوجينيك ابسس وبايميك ابسس وكولد ابسس. البايوجينيك ابسس اللي احنا شفناه ده موست كومنلي بيبقى ايه؟ سبكوتينس، انما ده ما يمنعش ان هو يتواجد في الانترنال اورجانز زي الليفر وزي الكيدني. وفي بايميك ابسس من بايميا. بايميا يعني ايه؟ يعني في امبولاي اوف بايوجينيك اورجانيزم ماشيه في الدم، بتروح تستقر في مناطق معينة وتعمل ابسس زي المالتيبل ابسس اللي احنا شفناها في اللانج من شوية، ودي طبعا ايه؟ سيريوس كونديشن. اوكي، وفي الكولد ابسس اللي هو يوجوالي بي ريليتد للتي بي نتيجة ديجنريشن اوف تيبركولس ليمف نودز او تيبركولس سباين، سباين تيبركولوسيس. وسموه كولد ليه؟ لان زي ما شفت في الصورة ما بيبقاش هوت، ما بيبقاش تندر، و اللي جواه ما بيبقاش باس، بيبقى ايه؟ كيسيوس شيزي ماتيريال بتاعت تي بي. اوكي، كلام بالتفصيل على البايجينيك ابسس. المين اورجانيزم زي ما اتفقنا ستافيلوكوكس اوريوس، بيبقى سببه ووند كبير او صغير في الجلد، ممكن يبقى مفيش وونز ويبقى سببه هوماتوجينس سبريد من بؤره صديديه زي الكيراس توس او تونسولايتس. اوكي، وممكن كمان يبقى كومبليكيشن لسيلولايتس. والباثو فيسيولوجي بتاع الاستافيلوكوكس بايوجينيك ابسس نتيجه الانفلاميشن، بيبقى في باص في السنتر، وعرفنا مكونات الباص، وبيبقى حوالين منه حاجه اسمها ايه؟ بايوجينيك ممبرين. والبايوجينيك ممبرين ده عباره عن جرانوليشن تيشو في فايبرين فايبرز، وبيحتوي على الوول ده على ليوكوسايتس وبكتيريا. اوكي، وان السيمتومز طبعا زي ما شفناها الابسس سويلنج، في الاربع علامات او الخمسه بتوع الالتهاب اللي هو سويلنج وريتنس ولوكال هوتنس وثروبنج بين ولوس اوف فانكشن. الابسس بيبقى فيه حاجه اسمها ايه؟ ثروبنج بين، يعني العيان يقول لك بينقح عليا. العيان لما يقول لك الكتله دي بتنقح عليا تعرف ان في صديد. ليه بقى؟ ايه علاقه ما بين النقح والصديد؟ الصديد طبعا بيخلي الفلويد اللي جوه الابسس اندر بريشر، اندر بريشر، فبتضغط على الاعصاب فبتعمل الالم. ومع كل بالسيشن لللوكال بلاد فيسلز بيزيد الاكسيديت وبيزيد الضغط جوه الخراج، فبيعمل للعيان ثروبنج بين. طبعا العيان ممكن يكون عنده سيستميك مانيفستيشن از فورم اوف فيفر وذ اور وذاوت تشيلز اند رايجورز. اوكي، الساينز طبعا بيبقى فيه لوكال هيت سببها اللوكال فيزو دايلاتيشن بتاع الانفلاميشن، وبيبقى فيه ريدنس سببها برضو الفيزو دايلاتيشن. طبعا بيبقى فيه بين وسويلنج، وبيبقى فيه فلكتويشن لو الابس السطحي بتعمله فلكتويشن تيست، ولازم تبقى عارف ازاي بيتعمل الفلكتويشن تيست وليه بيتعمل ان تو دايركشن مش وان دايركشن، ولازم تبقى عارف لما يكون السويلنج فيري تندر بنعمل حاجه اسمها باجيت تيست، ولازم تبقى عارف الباجيت تيست بيتعمل ازاي. طبعا مش هتقدر تعمل فلكتويشن ديست ده في الديب ابسس. اوكي، وعلاج الابسس زي ما احنا شفنا، احنا لو سمول ابسس واتساب لوحده is going to point spontaneously في ناحيه السكين عشان يفتح في الاريا اللي هي of least resistance. اوكي،
انما طبعا لو سيبنا الكلام ده يحصل مثلا في بريست ابسس، معظم البريست برينك ما هتتدمر عقبال ما يحصل لها ايه سبونتينيوس ايه بوينتنج على السكين. اوكي، علشان كده في اماكن في الجسم يقول لك الخراج دونت ويت فور فلكتويشن، وكلها بتبدأ بحرف البي زي بريست ابسس وزي باروتيد ابسس وزي بيري انال ابسس وزي بالب ابسس في الهاند. اوكي، وشفنا الانسيجن اند درينج بيتر دان اندوجينا انستيجيا او ريجينال انستيجيا، واللوكال انستيجيا ممكن تفيل بسبب اختلاف الميديوم بتاعت الخراج عن الدراج اللي انت بتحقنه، والبروسيدور بتعمل ستاب انسيجن لازم يكون ادكويت، عشان لو ان ادكويت هيبقى في ان ادكويت درينج في اي حته في الموست بوينتنج او بروميننت بوينت بتاعت الخراج، واخد بالك، وبتاخد شويه صديد بتبعته المعمل فور كالتشر سنسيتيفيتي، وبعدين بتدخل صباعك الجلافد فينجر او ساينس فورسيبس تو بريك داون اور لوكولاي، وبعد كده بتعمل اريجيشن زي ما شفنا ايه في الصور بسلاين او هيدروجين بروكسايد او بيتاداين. الهيدروجين بروكسايد بيطلع نيزنت اوكسجين بابلز، ودي بتساعد في سيبريشن اوف سلافز، وبعد كده بتعمل حشو للخراج برولر جوز زي ما شوفنا في الايه في الفيجر. هنا مانيبال بيلخص لك قصة الانفلاميشن والباس فورميشن. الانفلاميشن باللي يستفيله كوكاي بيعمل ايه، بيزود البرميابيليتي بتاعت البلاد فيسلز، ودي بتطلع اكسوديت ريتش ان بروتين وفيه فايبرين، والفايبرين ده هو اللي بيعمل بايوجينيك ممبرين، و البروتونيشيوس اكسوديت ده بيساهم في مكونات الباص. الانفلاميشن برضو بتنبه الماكروفاج والنيوتروفيلز، بيجوا باعداد كبيره لمنطقه الخراج، بيطلعوا لايزوزومال انزيمز بتعمل لايسس للديد تيشو، ولايزد ديد تيشو برضو احد مكونات الباص. نفس الكلام الانفلاميشن البكتيريا اللي هي ستافيلوكوكاي او اذر بكتيريا بتطلع توكسينز وانزيمز، ودي بتعمل تيشو ديستراكشن، ودي بتساهم في صنع مكونات الصديد او الباص. اوكي، الرولر جوز بتاعك عرفنا فائدته ان هو بيمنع البري ماتور كلوجر اوف ذا سكين، فبيساهم في الجود درينج اوف ان ابسس، وفي نفس الوقت بيبقى هيموستاتيك، بيتشال بعد يوم او يومين. اوكي، نيجي للدور الانتيبيوتيك. اتفقنا لو العيان بتاعك ويل تو دو وما هواش دايابيتيك، ما هواش اميون كومبرومايزد، وما عندوش توكسيستي، ممكن ما تديش انتيبيوتيك. غير كده هتدي انتيبيوتيك لمده 5 أو 7 أيام بتدي ايه كلوكسسيلين. لو العيان الرجيك تو بنسلين بتدي دالاسين سي او فانكومايسين، ممكن تدي سبترين. اوكي، وعرفنا موديفايد هيلتون ميثود لما بتكون تعمل درينج اون ابسس ان ان امبورتانت اريا فيها امبورتانت ستراكشر زي نيرفز زي ما شفنا في باروتيد ابسس، او الاكزيلاري ارتري وفين في الاكزيلاري ايه ابس. اوكي، وهنا مانيبال جايب لك جدول بيفكرك بالنيرفز اند فيسلز في الامبورتنت اريا اللي هي ممكن يحصل فيها خراج، عشان تاخد بالك في الاكزيلاري تبقى موازي في الساينس بتاعك وانت بتفتحه عشان تطلع الصديد للاكزيلاري فيسلز، في الباروتيد ريجن تبقى موازي ترانسفيرسلي للبرانشز بتاعت الفيشن نيرف. اوكي، وعرفنا الديفرنشال دايجنوزيس هنا ابسس رابشر انفكتد انيوريزم سبيشال في البوبليتيه الفصة او في الارم، وعلشان كده لازم تاخد بالك ومن اجل الحرص ان انت تعمل ايه، تعمل وين ان داوت اسبيريت فيرست عشان تتاكد ان اللي موجود ده صديد ولا بلاد. اوكي، وديفرنشال دايجنوزيس تاني سوفت تيشو ساركوما، والفرق ان ايه طبعا الخراج unlike soft tissue sarcoma الخراج بيبقى معاه high grade fever، بيبقى short duration طبعا، بيبقى معاه rigors و chills وبيبقى في short duration، فده في صف ان اللي قدامك ده abscess ما هوش soft tissue sarcoma.
الانتيبيوما قصتها ايه؟ عبارة عن خدناها في البريست قبل كده، واحدة ست جالها خراج في البريست، وبدل ما يتفتح الدكتور صمم يديها مضادات حيوية لأسابيع طويلة. فالنتيجة ايه؟ البيوجينيك ممبرين اللي هو بيتكون من جرانيليشن تيشو هتحول الى فايبرس تيشو، والبص اللي هو جوه الخراج جزء منه هيمتص، والجزء الموجود هيبقى كميته قليلة وهيبقى سترايل، وهيعمل كتلة في الثدي. الكتلة دي تشبه قوي ملمس ومجس السرطان، بتخش في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع كارسينوما اوف ذا بريست. عشان كده لما بتحدث الموضوع ده بنسميه انتيبيوميك اللي هو انتيبيوتيك انديوسد سويلنج، وعرفنا سببه ايه. وبيبقى علاجه مش انسيجن بقى زي الابسس العادي، علاجه اكسيجن، لازم يبقى اكسايزد ويروح فور فروزن سيكشن، لازم يتحلل. طبعا الانتيبيوما دي مش شرط تحدث في البريست بس، لا، ممكن تحدث في الاسكوريكتال فوسة، ممكن تحدث في الثاي، في اي حته ابتدت باكيوت ابسس، و بدل ما تتعالج بانسيجن اند درينج اتعالجت بالمضادات الحيويه فقط. وعرفنا قصه البايميك ابسس، وعرفنا ان هي سببها امبولاي اوف بايوجينيك اورجانيزم، باس فورمينج اورجانيزم ماشي في السيركوليشن، بتستقر في اماكن، الاماكن اللي بتستقر فيها بتعمل فيها خراجيج، especially in diabetic patient و immune compromised اللي هم بياخدوا كيموثيرابي. و البايميك ابسس unlike بايوجينيك ابسس، بايوجينيك ابسس mostly بيبقى سنجل، انما البايميك ابسس توقع ان هي تبقى multiple، وتوقع ان هي تبقى deep seated. طبعا ايه؟ علشان هي deep هتبقى بعيدة عن ايدك، فمش هتبقى تندر، ومش هتعرف تعمل فيها fluctuation test، ومش هتحس فيها بحرارة لان هي deep multiple abscess. ودي طبعا علاجها ان انت تشوف السورس اللي عامل المالتوبل بايميا ده، لازم تعالج السورس اللي عامل المشاكل دي كلها، وفي نفس الوقت تعمل انسيجن اند درينج للبايميك ابسس. اوكي، والكولد ابسس ده يعني ابسس ما فيهاش العلامات الهوت والتندرنس والريدنس زي الايه الاكيوت ابسس اللي انت عارفه العادي، عشان كده سموه كولد ابسس. ده بيبقى ملازم لايه؟ بيبقى ملازم للتي بي وحاجات تانية زي اكتينومايكوزيس ابسس وزي ماديورا فوت ابسس، انما اغلبيته بنشوفه في الايه؟ في التي بي. وعلشان هو has no signs of inflammation اللي هو الريدنس والتندرنس واللوكال وورمث، عشان كده بيسموه ايه؟ cold abscess. اوكي، وهنا مانيبال جايب لك في الباكس ده causes of cold abscess اشهرهم التي بي، بس ما تنساش الاكتينومايكوزيس والماديورا فوت. اوكي، بنكتفي in this episode، والمره الجايه هنكمل cervical tuberculous lymphadenitis. Thank you so much for watching this video. This is Dr. Baki, professor of general surgery from Egypt. Now it's time to like, dislike, share and subscribe.